الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ولا ليال ولي وحانسي دبجوغنا إن دردارنا نفتي ديتين نبا إن نقنن بالعاب أي أن نقنن العاب سبحانه إن صدر دارنا الثبات الاستقامة بعد رمضان وهي من علامات قبول العمل بيد هذا العلماء إن وقفك سيد دائما خيرك وحي علامات هاي وحي سين لأقبالي هذا باستقامة أن كهل لينه علماء وحي استقامة وحي ليد هذا وكلمة جامعة مانعة بجوامع الدين فروع الدين كلها كلمة وذجلي يسوي والقيام استقامة وحال القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد أضر كالشيغية بل أنت ألك قادين أوفيني إن أدعوات مروى البرب يورت إن أتاقنت سبحانه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعروا سلوك الصراط المستقيم من غير ميل عنه يمنى ولا يسرى ووضد توصن ولقاضه أذن مدقية بدح وبحين ومن غير زيادة ولا نقصان ومن جوامع الكلم كما قال إمام النووي جوامع الكلم بيكمتها استقامة والدين توحب أنك غم قنين ولذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لبا إيري أيو كسو كوبي مقامات كالغرب أدون كإنو جوغو لبا ميلود وإن من لغاهر الأول حول سددو وقارب إمام النووي رحمه الله وتفسير كبحيي وحول السداد هو الوصول إلى حقيقة الاستقامة وهو الإصابة وإن وقفك قارو حقيقة ربت استقامة يتوصنات تاسل إلى سدده المقاربة أن تجتهد وإن الدذال كبحصه إلى أن تصل إلى الاستقامة سيد أقار إلى توصنات لبدا مقام أنبا من لغا الربا إن تقف قاري ومشي في عناد شوغا إن تقف دذال كبحناية سيد أقار إلى هيد تدكا في عنو يكسن لهيد أهمية بضم بيلا ذاهي وإسلام كسية استقامة إيا توصنات ومرك كوباد وحقيقة العبودية إن توصنات ربي هذا عبوداي ووحي لغو أبوري وأمر كيل أمري نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك توصنو سيدي لغو أمري وتوصنو بعض العلماء حتى وحكو فسيرا نركو لي رسولك شيبتني هود وأخواتها أريق اللوجة إذا فاستقم يعني كلمات كان استقامة لو أمري رسولك صلى الله عليه وآله وسلم رسولك مركو إيمي سفيان بن عبد الله ثقف في صحابي قاسي هل مسألو ويدي وحكول يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحد عنه أحدا غيرك إيشك إسلامك واحد يغفل الله وأنا أباها ننقفك لإنا ويدي وحكول قل آمنت بالله ثم استقيم آمنت بالله وأيسوك ليان الإيمان بجميع أنواعه إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خير وشر ثم استقيم منهج كأب يشرع يا ربنا كتوصنا وركوا الرماضي لبضع سوء سعوري أسباب تكينت أيها الأحبة توصنان ومهم إنه إنه قف والبؤ هذا أسباب توح مكها يا ويترب ضنطه لكن وعنك سوق هذا يرحب وحكم إذا مركب كوبات إرادة الله سبحانه وتعالى للعبد الهداية وشرح صدره للإسلام إن الله بكو قدره إن الله كتوسيه تسوى ربي سبحانه وتعالى اختيار كيس وربي دور الشديس سقى قفنا إيمانك السيئة قفنا إيمانك قرمرية إرادة إلهي سبحانه وتعالى طيب قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ربي بهدايه لا إسكاله
أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربي. ومرك لبعض إخلاص يمتابع عمل كاو إلهي درت إنه يه الله استقام كسين هذا الله درت وحوص ميس. لكن رياء يسمعه يسمع قشين يستوسوس يهلاجش وهذا وصم ميس مايا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. طيب وحكم من أسباب الاستغفار والتوبة. ولماذا وحيد هذا الاستغفار تقفك اللازمة يوم معصية اسمي مادان لا يجتمعان في مكان واحد. فاستقيموا إليه واستغفروه. حال سكحري استغفارتي استقامتي توبتي قف مرول بالله حقي صولات. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إنه الله حصوص الروح مركز الروح مسمى إسمه هذا الله حصوص كلامته. توبتنا وحل إلى ذا استقامه مسورة شو إلا بالتوبة. إن الله تمام الله مرور بعطوه أكثر. رسولنا صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 مرة بما لتألو توبة كان يجر. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أسباب توحاك من المحاسبة محاسبة النفس. الشيخ ابن القيم رحمه الله وحول هذا أسباب وحول وحاك من قفك إنه إصحي الصحابيه ليلة النهار هبين يا مالين عاو مركات سيحاني ناس إصحابي السوء. هذا الحساب اعتمادنا توبة كحكتو الله ظلابة هذا هو توبة كيني بات سيحان مركا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملوا. كفكر نبري مروا البيس حسابي صح. وحاكم من أسباب ذكر إلهي دعاء إلى لازمه. وأنا من أقوى الأسباب كذلك أي كمتع الله سبحانه وتعالى وينوب اللنقاد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. حتى برينو ربي بريضه وكوكو شعلان لكن بنو آدم كو بريضه وكوكو نعان. طيب إيه حديث القدسي الله سبحانه وتعالى وشيك منزلة الذكر إليه وين كيس. أنا عند ظن عبدي بي معه وأنا أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. مركض الله حسي ادعو عيسى الله كل جل سبحانه وتعالى معي انا ومعي خاصه للمؤمنين تمد كل جروي معيه المدد والنصر والعون والتأييد انه الله سبحانه وتعالى كو قرب تاغي مروا. طيب من الاسباب كذلك ايها الاحبه وحا كمل اختيار الصحبه الصالحه. وحن ربا قضب كان إنا وحيركو إستاغو إسكونا براروجينا وقتيغا آن كجرنا هادا أو وليبا عطلاد إيو آن كجرنا فصحا ليهي إسكولادك فصحا لغاية سين وفا إذي سنكرنا صحبة صاحب كحن هور تقوفك إساغا في سهادية ووضاد حن كطورة صاحب كفي عنا إساغا توسيو قيب كقاط وصحبة الأخيار للقلب الدواء تزيد للقلب نشاطا وقوة وصحبة الجهال داء وعمى تزيد للقلب سقيم السقمة إن القرين بالقرين يقتدي. رسولكم مركو تلمامي صلى الله عليه وسلم إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك والنافق الكير ومثال أذع جبل. قفك في عن لجوجيس يقفك حن لجوجيس لبو وضيك لمرأي كم وحكم مثال يقف مسك يا عرض عذر كي يا برفونات كي وحي أدق يهيا يا إما إنه كومريو يا إما إنه تكيبزته يا إما إنه الريح يعر عرفي عن كاش كن كلا إسقى وقفك كم مثال يقف وطاء وحي درك كاجوبيي يا إما إنه مارت كاجوبو يا إما إنه أرحن أي كاسو جاردو. ولذلك الله سبحانه وتعالى قيامتنا ضد كان ذركتين كل صاحب بضع دونك صاحب نمضى كوة لبهم بوقيف سمايا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين لبدا قروب على نقول وحي إسوكا الميستي وضر ربي سبحانه وتعالى يتقوى ذي يوناك وبدبادي يعني. وحي إسوكا الميستي وضحن
ربي باكوشا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذ اللهم هاهب الإله اللهم ها الراعي اللهم ها صاحب يقعد لغي أي يكون ضمبين دونتا هذا بولا ليال وقت كان أنجوكنو أو إسكولات كان إنت بضم فسح لغيه وحان ربا وحيابا بضم بلوغ فإلسان وحكا ميدا إنا تلمام ورتو وقت كان وحالي لذا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ نعمت ربي سبحانه وتعالى يعني كسية وإن لغا فائديستو عافماتك وإن لغا فائديستو مرك فراغ اللي هي وإن لغا فائديستو وقت فراغ اللي هي هدان لبوحيننا وحفي عن لبوحينا وحن با لبوحينا وحان ربا مرك والدين تينا وسو جيديو إن الموضة حلقا فراغ أي كور هيان إني صاحب أتكلم تمر والبجار هن حلي جان لوجره إن هذا لص عطود لجوكته إن هذا حتى لص فرط أو سفر رب ضم بجرو لوجه فإلي سنكره هذه سفر ضاع لا هذه حج إيو عمري إيو وح إلا مذا إن الماء حلي هذا فراق هذا لوجه فإليه حلي جان وكلية ما هي وقت يبضم فراقا إن صومري عمر الماء جا الرع أو كه بيت كير رب صوتس كعبدي مكية مدينة جي قرآنكم ماشوا كل سودة جي أصحاب الرسول أي نبي الله محمد ماشوا فريسين جري جي مقام إبراهيم جي أصو شيخ أو أطلمان أو ماشن وحكة جرية تاريخ دي خلاص وشرحه وقفة إذا إنا الله سفر تعدين الحل إذا قار بحل عمراء هين سفر لق الوالد كي صبر قرابة دي سلسلة الرحم أو قرمة نودن بيس المهم أنه قرابة محيكا يقعنا أبي أدو أيي يا أبي يا هبرير يا إيد الله عجوا قدرته لكن الماء ومية كان ذاتك الله عجت قدرته أنت كحيس صابر صدق بل الله صم غنو إيددي كصاحر هبريرتي كصاحر أبتجي صابر أذيرك صابر أيي يدي أبو تدي صابر وسفر طاعة هذا نسميني إن لا سفر وضن كان دحدي سكو لا سفر مجالة ومجالة لا صوصيحه لجوب وقت في عن لقاض قضاء وقت كان عضلة على لقاض وباهية إجازية عضلة المو وباهيهن سفر وقسمة جنجي وقسمة وسوب بدل أني دي سمارت لا صو ككحي مش وجو مساجد كأي بلا إمو دروس تكسعوت اللي دقيسو تفسير بعض صعوضة وهذا الصبت إيه أحد آن باللوني وولي بالدقدقة أو هل كيها بين لو مغر لقى طورة أو أفرتيها بين بأن لبديها بين أن أقرين إنه حزب أن أقرينين لا إمو أنت نعوض لضاء هدو صورة البقرة يا آل عمران برتو ولا بد صورة ذات إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيس هو جامن دون قيامة قرآن كيو هرس على إيمان دونا وفائدة وين لجو جوري يا جمرك جوك تسكجول كأبدل يعني تي في إلا في ريا كليا نقني قصمة عمل يا وحي قبطان أو القرآن كي حفظ جسية أموره كلها اللغة فائدست وحأوبا هن ربعنا إلى هذا المهن وحين جر ربعنا هداد أدوك الراعي ويدو لا سفر ويدو جروب كلا لا سفر يأجو كل جم وحال غيا بيني الناس أوين ضد هل كان فردي على غيا بعروت وض أستراليا إني جران إنجليز كإني جران ملك فوق إني جران جزيرة ذا حيبها يبضها إني جران هذا وركه إني بصورك هدو كو اوغان لها ان اهتمام سينيسو ادو لا سفريسو waxa laga yaabaa inuu lacagta ka bixin laha tu shaqeeyo oo kuraa soo baxo baxayna ma qaruur adartay inuu waalidkood ka bixiyo umrada la aad qaar baajira oo hada xajka maarta dadka xitaa dadka raaciya oo xajka hada nala socda oo waxa jira ilmahoodu ay xajka u wadaan oo aynin ogeyn oo sabreys looga dhigaayo oo la baahayo soo bax waxa ku soo baxay xaj inaad baxday aruur ba wada hawsha سيداب كسمن المهاوة هذا هو شهادو ولي أو شيء
waxaan rabaa inaan idhaahdo aan ka faa'iidaysano wakhtiga caruurtana aan ka warqabno gacantana aan ku hayno hana loo sameeyo wixii sharcigu aan diidaynin oo cudla ah oo tarfiiha oo maaragta ay ka helayaan wakhtigooda iyo ay maar ku halaga insha allahu tacaala ha loo sameeyo insha allah ayuha almusalluuna salluu wasallimuu calaa man umirtum bisalaati wasalaam ina allaha wamalaa'ikata yusalluuna calaa nabiy ya ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimu tasliima allahuma ciz alislaam walmuslimiin waadil lashirka walmushrikiin wadamir acdaaka acdaa diini ya rab alcaalamiin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله وارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا موتا إلا رحمت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة.